جهاز ابو ناصر ب 20 كيلو. احنا بنشتهر بالشغل المنتجات الخشبيه، بنشتغل حاجات من التراث. بعد كده بندخل نتعلم نشتغل حاجات هوم اكسسوارز، حاجات خاصه بالسفره والمطاعم، وبنشتغل في حرفه الاستفاده، وبرضه في عماله مؤقته زي السيدات اللي بنساعد الشباب في السفره وكده، بنعمل عمليه تنميه شبابيه. انا بصفه شخصيه طلعت معارض دوليه، معرض نيويورك في امريكا، ونزلت ميزو جي في باريس، وطلع معرض في ميلان في ايطاليا. الشغل ده محبوب جدا بره، وعشان حاجات طبيعيه الناس بتميل للحاجات الطبيعيه اكتر، هي ما فيهاش كيماويات. صاحب الحرفة بيبيع المنتج بنفسه، بيعرف يتواصل مع العميل مباشرة وبيسمع منه رأيه الشخصي، لأنه بتيجي ناس بتقول أنا عايزة حاجة بالشكل الفلاني، فهو عشان هو حرفي بيسمع الزبون. ممكن المعرض الجاي بيطور من نفسه، بيقول في حد سألني على معلقة بالشكل الفلاني، في حد ناس عايزة ستاند كذا، فبيطور المنتج نفسه.